حضراتكم لتسليم جائزة الهرم الذهبي والتي تذهب لأحسن فيلم. أدعو الآن معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم للصعود إلى خشبة المسرح، والأستاذ محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، ومدير المكتب الفني الأستاذ أندرو محسن لتسليم جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم. مساء الخير. انا عالم الجائزه بس انا حاسس اني مخضوض برضو. So the golden pyramid for the 43rd edition of Cairo International Film Festival goes to The Hole in the Fence by Joaquin del Paso from Mexico and Poland. ذهبت الجائزه لفيلم الثقب في السياج للمخرج خواكين ديل باسو. ويتسلم الجائزة مخرج الفيلم خواكين ديل باسو. Thank you for this award. It was very unexpected. I want to thank the organizers of the festival, the programmers, Youssef, also the jury. Thank you very much for trusting in this film. My friend Juan Carlos, who came here all the way from Mexico to be with me today, and he was the actor in my first movie when I was 15 years old. So I want to thank him as well, and I want to dedicate this film to, first of all the kids that play in the film, that gave their whole summer and their energy to make this film possible, and I want to dedicate it for kids and teenagers around the world that are suffering some sort of oppression. So thank you. ألف مبروك للفائزين. Congratulations for the award. كل الشكر والتحية لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم. كل الشكر والتحية للمنتج الأستاذ محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدوري في دورته 43. المدير الفني الأستاذ أندرو محسن. كل الشكر والتحية والتقدير، وبالتأكيد كل الشكر لأعضاء لجنة التحكيم على المجهود الرائع. وأخيرا وليس أخيرا، نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية فعالية وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43. كل الشكر والتحية لكل النجوم، كل عشاق السينما، كل محبي السينما، ونوجه عناية حضراتكم أن الفيلم الفائز سيتم عرضه في مسرح النافورة بعد دقائق. كل سنة وحضراتكم في سينما وفن وثقافة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين.